السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سوف أقوم في هذا الفيديو بتقاسم معكم طريقتي في التدريس عن بعد أو في الاشتغال مع مجموعة من التلاميذ عن بعد. إذن في هذا الفيديو سوف أعلمكم طريقة إنشاء حساب في هذه الخدمة والتي هي جوجل كلاس روم تابعة لشركة جوجل، ثم كيفية إنشاء أقسام مثلا قسم جذع مشترك، قسم أولى إعدادي إلى غير ذلك، ثم طريقة دعوة الأشخاص أو التلاميذ إلى هذه الأقسام، ثم بعد ذلك طريقة نشر محتوى من طرفك أنت كمدرس، وكذلك طريقة يعني استعمال هذه الموارد التي ينشرها الأستاذ من طرف التلاميذ. بالنسبة للموارد هي عبارة عن فيديوهات، دروس مكتوبة، أسئلة، اختبارات إلى غير ذلك. إذن نبدأ على بركة الله. الخدمة هي جوجل كلاس روم. إذن أول شيء ندخل إلى جوجل ونبحث عن الخدمة جوجل كلاس روم. إذن هذه الخدمة يمكن أن تقوم بتحميل تطبيق على الهاتف أو بالدخول إليها عن طريق الحاسوب. الآن سوف أشرح لكم طريقة الدخول عن طريق الحاسوب. أما إذا أردت أن تحمل تطبيق فالتطبيق هو هذا التطبيق، يعني صورة التطبيق هو هذا التطبيق، هذا التطبيق كما تشاهدون. إذن بعد أن تبحث تضغط على classroom.google.com، دخول إلى هذا الرابط أو ادخل إلى الرابط مباشرة. يطلب منك أن تسجل الدخول، تضغط على بريدك الإلكتروني أو تدخل بريد إلكتروني جديد، ثم القن السري، الرقم السري الخاص بك، ثم تدخل. إذن الآن أنا داخل إلى جوجل classroom. في أول مرة تدخل تجد صفحة فارغة، لا يوجد أي شيء. إذن أنت كمدرس يجب أن تنشئ أقسام افتراضية. سوف أقوم بإنشاء القسم الأول. لكي أنشئ قسم أضغط على خي أنكوخ. يمكنك الدخول إلى درس مسبق ويمكنك إنشاء درس جديد أو قسم جديد. أضغط هنا ثم أضغط على قبول الشروط ثم استمر. هنا أكتب أسماء الأقسام، مثلا أنا أشتغل مع تلاميذ ثالثة إعدادي، مثلا أقدم لهم مادة الرياضيات. مثلا يمكنك أن تملأ هذه المعلومات أو تتركها فارغة. إذن أنا لا يهمني هو المستوى والمادة. أضغط على خي. إذن بعد أن يتم إنشاء القسم تدخل مباشرة إلى هذه الصفحة. إذن الآن قمت بإنشاء القسم. لكي أنشئ أقسام أخرى قم بالرجوع إلى classroom.google.com وبنفس الطريقة أضغط هنا ثم خي أنكوخ وأكتب بنفس يعني أستعمل نفس الطريقة وأنشئ قسم آخر، مثلا ثانية إعدادي، نفس المادة بما أنك مدرس لمادة واحدة أن تكتب بنفس المادة الرياضيات، ثم خي. إذا كان لديك عدة أقسام في الثانية إعدادي تكتب هنا واحد ثم مرة أخرى اثنان ثم ثلاثة، يعني قسم واحد قسم اثنان قسم ثلاثة. لكن إذا أردت أن تقوم بإنشاء قسم وتضيف إليه كل تلاميذ يكفي أن تنشئ قسما واحدا. إذا لاحظوا القسم الثاني. إذا بعد أن أعود إلى classroom.google.com أجد أنه لدي قسمان، القسم الأول ثم القسم الثاني. الآن سوف أدخل إلى هذا القسم مثلا، قسم ثالث إعدادي. إذا أردت أن تدعو تلاميذ إلى هذا القسم ما يجب عليك هو فقط أن تقوم بنسخ هذا الكود، هذا الكود، وترسل إليهم دعوة وتقول لهم يعني أنشئوا حساب على جوجل كلاس روم بالطريقة التي شرحتها سابقا، وبعد ذلك هم لا يقومون بنفس الطريقة التي قام بها الأستاذ، التلميذ يقوم بما يلي. إذا التلميذ يضغط هنا ثم يضغط غوجواند أنكوخ، سوف أشرح ذلك عن طريق الهاتف أيضا. غوجواند أنكوخ ثم يكتب الكود الذي أعطاه له الأستاذ هنا، بعد ذلك يضغط على غوجواندغ. إذن الآن أنا دخلت إلى هذا القسم، دخلت إلى هذا القسم. غادي تفتحوا جوجل كلاس روم بعد ما تيليشارجيوه من بلاي ستور، ها هو غتفتحوه وغتجيو عند هذا الزائد وغادي تدخلوا جوين كلاس، هذه الفوقانية هذه، وغادي تكتبوا هذا الكود اللي غنعطيكم، ما هو باست، نعطيكم هذا الكود هذا. ملي غادي دير جوين كلاس وغادي تكتب الكود غادي دير دخول، يعني جوين هي دير دخول. إذا الآن أنا كتلميذ دخلت إلى هذا القسم
وكمدرس أنشأت قسمين. أنا فقط أريد أن أشرح لكم كأستاذ ماذا يجب عليك وكتلميذ ماذا يجب عليك. إذن أنا دخلت إلى هذا القسم والذي هو تم إنشاؤه من طرف أستاذ جدع مشترك علم الرياضيات، أستاذ هو اسم جاري وأنا شخصيا، وكتلميذ تقوم بما يلي. أما كأستاذ فقد أنشأت مجموعات، يعني مجموعات عديدة، مثلا هذه المجموعة إذا أردت أن تقوم بنشر درس تضغط هنا تخافو اي دوفوار، ثم بعد ذلك تقوم بإنشاء الدروس تضغط هنا إنشاء تم، ثم تكتب عنوان الدرس مثلا الدرس الأول المعادلات مثلا أجبتي، ثم يمكن أن تنشئ دروس أخرى تم مثلا النظمات مثلا أجبتي. إذن الآن قمت بإنشاء درسين، أريد مثلا أن أقدم لهم فقرة في درس المعادلات، قم بتحريك معادلة في الفوق مثلا، هذا الأسبوع سوف أشتغل على المعادلات، أريد أن أقدم لهم درس في فقرة في المعادلات، أضغط على كري دوكيمونتاسيون، دوكيمونتاسيون يعني وثائق، ثم أكتب الجزء الأول أو الفقرة الأولى. يمكنك أن تكتب العنوان ووصف هنا فيما يلي مثلا لديكم مثلا درس وتمرين يمكن عليكم إنجازه مثلا، ثم تقوم بإضافة الوثائق. أجبتي؟ مثلا درس فيديو، أنا شخصيا أقوم بتقديم دروس فيديو، درس فيديو مثلا المعادلات، ثم تختار الدرس الذي تريد أن تقدم للتلاميذ، المعادلات جزء واحد، إذن تضغط هنا ثم أجبتي. إذن الآن أضفت فيديو، ثم درس للكتابة في شيء، درس للكتابة بعد أن يشاهد شرح الفيديو يجب أن يكتب، سيليكسيوني أبحث في حاسوبي عن الدرس مثلا أعطي أن الجزء الأول ثم أمبورتي. إذن أعطيت للتلاميذ فيديو ثم درس مكتوب للكتابة وأكتب لهم ذلك في الملاحظة، ثم مثلا أريد أن أقوم يعني اختبار، أن أقوم بنشر اختبار للتلاميذ، اختبار بسيط للتلاميذ، أضغط على كي ثم فورمولير، فورمولير سوف تفتح صفحة جديدة أوتوماتيكيا، أكتب اسم الفورمولير، اسم الاختبار مثلا اختبار واحد واحد حول المعادلات، يمكن أن تكتب أي شيء. هنا السؤال الأول حل، يمكنك أن تدرج صور السؤال على شكل صورة، المعادلة مثلا 2x ناقص 4 تساوي 0 هو، ثم أعطيهم الاختيارات مثلا 0 واحد 2 3 مثلا اختيارات، يمكن أن تكتب أي شيء هنا، يمكنك أن تضيف صورة أيضا. إذن ثم أضغط هنا لكي يصير هذا السؤال إجباريا، ثم أضيف سؤال آخر حل المعادلة x ناقص 7 يساوي 0 هو، ثم أعطيهم الاختيارات 5 6 7 8 إلى غير ذلك، يمكنك أن تضيف اختيارات أخرى. إذن ثم أوبليغاتوار إجباري، إذا أردت أن تحول هذه الأسئلة أو إذا أردت أن تصحح هذه الأسئلة أوتوماتيكيا، يعني أن يصلك جواب التلميذ مع الاسم، أول شيء أضف مكان لكتابة الاسم، إذن أضغط على إضافة، إضافة سؤال، ثم أقوم بتحويله إلى الأعلى. إذن السؤال ها هو، أكتب مثلا الاسم، الاسم هنا أختار ريبونس كور يعني جواب قصير لكي يكتب اسمه التلميذ، ثم إجباري لكي يتم تصحيح وإعطاء النقطة للتلميذ. أحول هذا الكيستيونير إلى كويز، أضغط هنا بارامتر ثم كيستيونير ثم كونفيرتر أون كيستيونير، أضغط هنا ثم أنغجستري. الآن لاحظ معي جيدا، أضغط على هذا السؤال يمكن أن أقوم باختيار الجواب الصحيح، الجواب الصحيح مثلا هو 2، ثم أعطي نقطة مثلا 5 نقاط تغميني. نفس الشيء هنا، الجواب الصحيح هو مثلا 7 ثم نقطة كوفيجي، الجواب الصحيح هو 7 نقطة مثلا 5 أيضا مثلا، يمكنك أن تضيف 20 سؤال أو غير ذلك تغميني. إذن بعد أن أنتهي يظهر مباشرة هنا، يظهر مباشرة هنا، واضح؟ الآن قد أضفت إلى التلميذ فيديو
ووثيقة لكتابة الدرس وكيستيونير. ثم بعد إعداد الاختبار يمكنك أن تقوم بإدراج هذا المحتوى في المعادلات، في درس المعادلات من هنا، ثم تضغط على ببلي. إذن الآن يتم نشر الدرس. إذن بعد أن يقوم الأستاذ بإنشاء الدروس، التلميذ يجد الدروس كما يلي: يدخل إلى حسابه ثم يضغط هنا ترافو اي دوفوار، ثم يشاهد الدروس. الدرس مثلا الدرس الأول هو هذا الدرس، والدرس الثاني هو هذا الدرس مثلا. إذن الآن مثلا أدخل إلى فقرة معينة من هذا الدرس، مثلا الفقرة الرابعة مثلا، أدخل هنا ثم أفيشي لو سيبور يعني شاهد الدرس، وسوف أجد هنا لدينا فيديو، أتابع الشرح بفيديو. بعد أن أتابع الفيديو الشرح بالفيديو، هنا شرح الأستاذ بالفيديو، يمكنني أن أنجز الاختبار من هنا. أضغط على هذا الاختبار ثم أكتب الاسم، أكتب أي اسم. إذا سوف أعطيك مثال، مثلا في هذا الاختبار الذي أنجزناه أضغط هنا أكتب الاسم مثلا محمد الجاري، ثم أجيب عن الأسئلة، مثلا أجيب جواب صحيح وجواب خطأ مثلا عشوائية، ثم أضغط على أنفوي. كتلميذ أفيشي لا نوت، إظهار النقطة 5/10، الجواب الأول صحيح والجواب الثاني خطأ، والصحيح هو 7. إذا التلميذ يشاهد نقطته ويعرف أين أخطأ، والأستاذ يمكنه أن يراقب. لاحظ مباشرة بعد أن يجيب التلميذ يظهر ذلك عند الأستاذ، يضغط الأستاذ على انديفيديل ويشاهد الاسم ثم النقطة 5/10 النقطة، يعني الأستاذ يعرف من أجاب ويعرف النقطة التي حصل عليها هذا التلميذ. مثال آخر لدرس آخر، بعد أن ينتهي التلميذ يعود ثم يختار الفقرة الأخرى، يضغط إلى ترافو اي دوفوار واجبات والأعمال، ثم مثلا يختار هذه الفقرة. لاحظ في هذه الفقرة هناك عدة أشياء. الشيء الأول هو شرح الدرس بالفيديو، أنا شخصيا أقدم الفيديوهات لشرح الدروس، يعني شرح الدرس بطريقة كما تريد، استعمال مبيانات أو غير ذلك، يعني كل مادة وخصوصيتها. ثم يجد تمرين في آخر هذا الفيديو، هناك تمرين في آخر الفيديو، تمرين وتصحيح ذلك التمرين كذلك في فيديو آخر، ودرس للكتابة، وثيقة ليكتب الدرس التلميذ، ثم مصادر أخرى للتعلم مثلا، مثلا هذا الموقع لإنجاز الاختبارات، اختبار أضغط هنا وأنجز الاختبار، ثم في الأخير أضغط هنا لأشاهد النتيجة. من غادي تفتحوا دابا التطبيق ديال جوجل كلاس روم، ثم كنمشيو عند القسم ديالنا طرون كومان سيونس، ثم غيبان لكم القسم ديال الأساتذة كاملين إلى داركم، ثم كنمشيو عند كلاس وورك. إلا كنت بالتليفون، إلا كنت كسميتو بالأورديناتور كتبان الفوق، إلا كنت بالتليفون كتبان لتحت هذه كلاس وورك. ملي كنمشي عند كلاس وورك كتلقاو لي بارتي كنبداو من لتحت، ها هو لابارتي الأولى، الزوجة، الثالثة، الرابعة. دابا نتاع اليوم ها هي لابارتي ديال اليوم، ها هي كتدخل لها بارتي 5 بي كتلقى كلشي، شنو الملاحظة شنو هي: جينيراليتي سوغ لا فونكسيون بارتي 5 باغيتي دون فونكسيون ان بار اكسترا. يقول لك الفيديو يحتوي على، او عفوا يحتوي الموضوع على فيديو الاول شرح الدرس، فيديو الثاني صحيح تمرين مقترح اخر الفيديو الاول، وثيقة ملخص الدرس للكتابة، ثم رابط الدرس والكويز اللي بغى يدخل الموقع ديريكت. وكتدخل الفيديو الاول كتفرج فيه اللي فيه الدرس، في التالي ديالو غتلقى التمرين، ثم باش تشوف التصحيح ديال التمرين ها هو الرابط الزوج، ها هو كتلقى فيديو فيه التصحيح ديال التمرين. السلام عليكم ورحمة الله. ثم ملي غادي تلقى التصحيح ديال التمرين غادي تفتح هاد الفيشي وتكتب الدرس، دونك ها هو الدرس تكتبو، ثم تمشي عند هنا عند هاد لوليان. إلا بغيت هاد لوليان ماشي ضروري، إلا بغيت تخدم الكويز كتمشي عند داك لوليان، كتمشي عندو في التالي ديالو، هو هداك الدرس اللي مكتوب قبيلة كتلقى هنا، كتمشي عندو كتلقى هنا ديباغ، هادي ديباغ، هادي هي الكويز. دونك سا هي سوا لا فونكسيون كدا، تختار الأجوبة في التالي كتشوف لا نوت ديالك، دونك هدا هو الكويز. صحيح. إذا الآن تعلمنا كيف ننشئ حساب، تعلمنا كيف نضيف أقسام كأساتذة، وتعلمنا كيف ندعو تلاميذ للدخول إلى القسم، وتعلمنا كيف ننشر دروس وأسئلة إلى غير ذلك، ثم كذلك تعلمنا كيف يمكن للتلميذ أن يستفيد من هذه الدروس.
إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الطريقة، وتحياتي وإلى اللقاء بحول الله في فيديو آخر أو درس آخر.